بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. من الأسس والمبادئ التي تكون فكرنا هو أن الاجتماع البشري أساسه في النهاية العلاقة بين الرجل والمرأة، ولذلك إذا ما أردنا أن ندخل إلى القرآن باعتباره كتاب هداية، نريد أن نقف على هدايته في هذه العلاقة، في تصور الرجل، في تصور المرأة، في تصور العلاقة بينهما. فنحن نسعى إلى دراسة سورة البقرة وهي تتكلم عن قصة الخلق الأول، ونرى أن الله سبحانه وتعالى في القرآن جعل المسؤولية مشتركة بين الرجل وبين المرأة، ولم يفرد اللوم والعتاب على المرأة، ولم يجعلها هي التي أغوت آدم وأخرجته من الجنة كما هو مسطور في كتب الأديان السابقة أنها اتفقت مع إبليس على آدم، وأن المرأة شيطان، بل نرى وهو يساوي بينهما مساواة تجعل المسؤولية على كل من الطرفين، فأزلهما الشيطان عنها بالمثنى، فأخرجهما مما كان فيه، فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. إذن هو يخاطب الرجل والمرأة، والشيطان تسلط على الرجل كما تسلط على المرأة، وتسلط على المرأة كما تسلط على الرجل. إذا ما انتقلنا بعد أصل الخلقة وهي نظرة ورؤية تختلف في نظرة القرآن منها في نظر الكتب السابقة، لوجدنا الله سبحانه وتعالى وهو يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي هذه الآية نرى أساسا آخر من أسس العلاقة بين الرجل والمرأة، وهو أن الرجل والمرأة يمثلان نفسا واحدة. إذن فالعلاقة بينهما هي علاقة التكامل، وبموجبها يتم النسل والانتشار، ويخلق الله منهما رجالا كثيرا ونساء، إلا أنهما نفس واحدة، فالعلاقة علاقة تكامل وليست علاقة صراع. والأفكار والمذاهب في العالمية تقول إن العلاقة بين الرجل والمرأة باعتبار أنهما ضدين هي علاقة الصراع، علاقة صراع بين الإنسان والكون، بين الحاكم والمحكوم، بين رب العمل وصاحب رأس المال والعمال، بين الرجل والمرأة، وهكذا. في حين أننا نرى أن الأمر إنما هو على سنة التكامل التي خلق الله فيها الخصائص والوظائف، وكلف كل من الطرفين بعمارة الأرض وعبادة الله وتزكية النفس من أجل أن تسير الحياة، رؤية مختلفة تماما وواضحة تماما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. ويأتي الحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لأن كل واحد منهما قد خرج عما أقامه الله فيه، خرج عن خصائصه التي خلقه الله فيها وأراد خصائص الآخرين، فتمنى ما فضل الله به بعضهم على بعض، وكذلك خرج عن الوظائف
وكذلك خرج عن المراكز القانونية، وكذلك خرج عما أراده الله له. فبدلا من أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك، إذ به ينحرف فيتمنى ما لم يقيمه الله سبحانه وتعالى فيه. ومن هنا تتولد نظرية المساواة للتساوي، فهذا كله يؤدي إلى أن هناك مساواة بين الرجل والمرأة، وإن كان الرجل رجلا وكانت المرأة امرأة. الرجل فرح بأنه رجل، والمرأة تفرح بأنها امرأة، ولكن كل واحد منهما يعرف دوره في الحياة ويقوم به طبقا للخصائص والوظائف. هذه الرؤية متحررة من أفكار السابقين ومن أفكار اللاحقين، إنما هي مبنية على محاولة أن تجعل الكتاب الكريم كتاب هداية، هدى للمتقين، تحاول أن تمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى بتدبر القرآن وبتفهمه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن نحن أمام رؤية لا نقول إنها جديدة، بل إنها تصوغ الأمر صياغة تقف به أمام النماذج المعرفية الأخرى في العالم، أمام نماذج ترى أن العلاقة هي الصراع، وترى التساوي للمساواة، وترى إنكار حتى الجنس وحتى ما أقامه الله فيه، وتجعل كل ذلك للاختيار. فوصلنا إلى فلسفة الجندر، ووصلنا إلى، والجندر معناه النوع، يعني كأنهم يلغون الميل والفيميل أو الذكر والأنثى، يلغون كلمة سكس يعني الجنس، هذا ذكر وهذا أنثى، ولكنهم يقولون بدلا من السكس الجندر، يعني ليس هناك ذكر وليس هناك أنثى. الذكر يمكن أن يكون أنثى، والأنثى يمكن أن تقوم بدور الذكر، وعلى ذلك فليس هناك أسرة. والأسرة يشترط فيها اتحاد الجنس واختلاف النوع، فليس هناك أسرة بين رجل ورجل، ولا يجوز أن يتزوج الرجل رجلا، ولا بين امرأة وامرأة، ولا يجوز ذلك لأن هذا من قبيل الشذوذ. لكنهم يبيحون هذا الشذوذ ويكونون العائلة من أي زوج كان، رجلين من رجلين، من امرأتين، من رجل وامرأة. ثم بعد ذلك تتمادى هذه الفوضى إلى ما لا نهاية له، فحسبنا الله ونعم الوكيل. المرأة في التصور الإسلامي على ذلك مضبوطة بمجموعة من القيم، منها التكامل، ومنها المساواة للتساوي، ومنها الخصائص والوظائف، ومنها القيام بالأدوار التي كلفنا الله بها، ومنها المراكز القانونية التي سيترتب عليها بعد ذلك قضايا الشهادات وقضايا الميراث، وليس في ذلك أي نوع من أنواع العصبية العرقية، لأنها امرأة إذن فلا بد أن نقف منها موقفا سيئا. بالعكس، فإن اختلاف أنصبة المواريث وجدنا فيه الآتي: وجدنا أن المرأة قد تأخذ مثل الرجل، ووجدنا أن المرأة قد تأخذ نصف الرجل، ووجدنا أن المرأة قد تأخذ أكثر من الرجل، ووجدنا أن المرأة قد تأخذ والرجل لا يأخذ، ووجدنا أن المرأة قد لا تأخذ والرجل يأخذ. إذن فالقضية ليست قضية أنوثة وذكورة بقدر ما هي قضية مراكز قانونية. مراكز القانونية فيها حقوق وفيها واجبات، وهذا التقسيم مرتبط بتلك الحقوق والواجبات. ولذلك نرى إذا مات إنسان وترك زوجة وأبناء وأم وأب، فإن الأم والأب كل واحد منهما يأخذ السدس. هذه امرأة وهذا رجل،
ولكن هذا له السدس وهذه له السدس. أما إذا مات وترك ولدا وبنت فإن البنت تأخذ نصف الولد للذكر مثل حظ الأنثيين، والولد يكلف لمراكزه القانونية بالنفقة عليها وبتزويجها وبالقيام بشأنها أبدا، فالأنوثة عندهم بذلك عجز دائم يستوجب الرعاية أبدا. يعني المسألة مسألة مثل قضايا الطفولة وقضايا المرأة تحتاج إلى تكليف زائد على الرجل للحماية والعناية والرعاية وهكذا. وجدنا أن المرأة قد تأخذ والرجل لا يأخذ، مات رجل وترك زوجة وبنت وأم وأخت، فإن الأم تأخذ السدس والزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف. وقد ترك عما، البنت الأخت وهي أنثى تأخذ الباقي 5/24، والعم لا يأخذ شيئا وهو ذكر ومن أهل العصابات. إذن القضية هي قضية المساواة للتساوي، قضية المراكز القانونية، قضية التكامل، قضية القيام بالأدوار، قضية الخصائص والوظائف، قضية ألا يتمنى كل طرف منهما أن يكون مقام الآخر. هناك مما يتعلق بقضايا المرأة قضية شاعت في عصرنا وكثر فيها اللغط، وهذا اللغط يأتي من إرادة قلب ما في الكتب إلى الواقع وعدم مراعاة الأسقف المعرفية المختلفة، وهذا ليس من الفقه في شيء. ومبدأنا أن نعيش عصرنا وأن لا نترك ديننا، وأنه لا معارضة بين الأصالة وبين المعاصرة. هي قضية الختان، وقضية الختان أثيرت في سنة 1950 في مجلة طبية ثقافية تسمى بمجلة الدكتور، حيث نشرت ملحقا في عدد من أعدادها في سنة 1950 تحذر فيه من الختان، من ختان الإناث وليس الذكور، وكلامنا كله في ختان الإناث. وعرض الأمر حينئذ على جماعة العلماء، بعضهم قال لا هذه سنة، وبعضهم وهم الأكثر من هيئة كبار العلماء كالشيخ محمد عرفة والشيخ محمود شلتوت أستاذ الشريعة الذي أصبح بعد ذلك الإمام الأكبر والشيخ الأزهر، والشيخ البنا كامل البنا، والشيخ عبد الوهاب خلاف، وأمثال هؤلاء كثير كتبوا في مجلة الأزهر وكتبوا في اللواء الإسلامي لأحمد باشا حمزة يبينون الأمر على وجهه كتابة دقيقة ماتعة. قالوا يا جماعة الأطباء هذه عادة موروثة، وهذه العادة ورثت من تجربة الشعوب، فلابد عليكم عندما تطالبوننا بتركها أن تجتمع كلمتكم وأن تكون مبنية هذه الكلمة على العلم، على البحث والتدقيق، لا على الأهواء والرؤى والفلسفات والتقليد للغرب أو للشرق. فإذا اجتمعت كلمتكم المبنية على العلم لا على الأهواء
فإننا لا بأس عندنا في الشريعة بترك هذه العادة. المبحث الأول فيها: هل الختان عادة أو عبادة؟ جماهير المسلمين ترى أنه من قبيل العادة، ويلخص ذلك حديث بسند ضعيف لا تقوم به الحجة، إنما منطوقه يبين هذه الحقيقة أن ختان الإناث من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات، أن ختان الرجال سنة والنساء مكرمة. كلمة مكرمة معناها أنها ليست من الشريعة. ما الذي حدث؟ حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الأشياء المتعلقة بالمعارف لمعارف عصره، وحديث تأبير النخل ليس بعيدا عننا. قال: ماذا تفعلون؟ قالوا: نؤبر النخل يا رسول الله. فقال: يعني هذا بقدر الله. فظنوا أنه يأمرهم بترك الأسباب، فلما لم يخرج التمر لأنه لابد من تأبير النخل وتلقيحه، قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وهذه المقولة منه صلى الله عليه وسلم ترد جانبا من تصرفات الحياة إلى المعارف. ولذلك يقول الإمام الشافعي وهو يعلمنا في كتابه الأمة هذه الحقيقة، أن بعض الأمور تتعلق بالمعارف وبأسقف المعارف والأسقف المعرفية للعلوم، عندما يتكلم أن محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يكره الوضوء بالماء المشمس، يقول الشافعي: وأنا لا أكرهه إلا أن يكون من جهة الطب. هو لا يعترض على عمر، ومحمد بن إبراهيم بن أبي يحيى وإن تكلم فيه مالك هو كان ثقة عند الإمام الشافعي، إنما القضية هي أنه لا يكرهه إلا أن يكون من جهة الطب. إذا كانت المعارف الطبية تبين أن الماء المشمس بهذه الشروط التي اشترطها الفقهاء يضر الإنسان فهو مكروه، وهو أن يكون في بلد حار وأن يكون في إناء من المعدن سوى الذهب والفضة، وإن كان حراما لكن أيضا الذهب والفضة لا يحدث الزهومة التي تعلو الماء فتضر الجسد. الطب حينئذ كان يقول هكذا. فلو أن الطب الآن قال: لا، كل هذا كلام غير منضبط، كل هذا كلام فيه نظر أو خطأ، فإنه سنغير آرائنا. لماذا؟ لأننا ربطناها أول مرة بالوجود، بالمعرفة، بالسقف الذي وصل إليه العلم. وفي الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تختن طفلة فقال: أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته. فهذا كله جعلنا نقول إن الختان من قبيل العادة. سنة 1950 رفض العلماء أن يستسلموا فجأة لما ظهر أنه من الأهواء أو من التقليد أو الانضباع بالغرب، وطالبوا الأطباء بأن يكونوا موضوعيين وبأن يبحثوا علميا وبأن تجتمع آراؤهم وبأن يبينوا لنا الحقيقة. وظل الأطباء في أبحاث كثيرة لا نهاية لها حتى وصلنا إلى سنة 2000. وفي سنة 2000 أعلنت منظمة الصحة العالمية، وهي منظمة محايدة وهي منظمة
لا تتدخل في الأهواء وكذا، وهي التي أعلنت قبل ذلك الضرر البليغ للدخان. والدخان من ناحية الفقهية أو ما ورد في الكتب فيه 5 أقوال، منهم من رآه واجبا، منهم من رآه مكروها، منهم من رآه حراما، منهم من رآه مندوبا، منهم من رآه مباحا، وهكذا. لكن لما جاءت المنظمة وأعلنت أنه يسبب الوفاة وأنه يسبب الأمراض الخبيثة، فإن كلمة الفقهاء انتهت إلى تحريمه، حتى إن بعضهم حرم التدخين السلبي. كذلك في قضية الختان أثبتت الأبحاث أنها عادة مضرة، ونحن عندنا أنها عادة وليست من العبادة، ولذلك فقد وفينا بما عاهد عليه أشياخنا وأشياخ أشياخنا من كبار هيئة العلماء في سنة 1950، حيث أقروا بأن الأطباء إذا اتفقت كلمتهم وكانت مبنية على العلم وكانت واضحة جلية من غير تقليد لأحد من الناس فإننا نتبعهم. هذا الذي فعلناه، وهذا هو الذي يجب أن نفعله دائما، وهذا هو المنهج الذي نراه في كلام الشيخ شلتوت وكلام الشيخ محمد عرفة وكلام الشيخ البنا وكلام الشيخ خلاف وغيره، من أننا أقوام لا نترك ما ورثناه مما قد يكون فيه فائدة إلا إذا ثبت فعلا أنه ضار. هل يمكن أن يكون الختان في وقت ما يكون مباحا وفي وقت آخر يكون حراما؟ نعم، الدنيا تتغير، الملابس تتغير، والملابس التي يرتديها النساء الآن ضيقة، كم المهازل والمساخر التي تعرض حتى في أجساد المرأة والتجارة فيها بهذه الفضائح التي تحدث حولنا أضعف الشهوة الجنسية. هذا التلوث الذي لف العالم، هذا الضجيج، التلوث السمعي والتلوث البصري والتلوث البيئي، الأكل اختلف، نظام الأدوية اختلف، فإن نظام الفارماكولوجي الكيميائي ليس هو نظام الأعشاب الطبية الذي نسميه الآن الطب البديل، وهو أصيل، ولكن البديل هو هذا الفارماكولوجي الذي أهلك الجسد البشري. كان الجسد البشري يتعامل مباشرة مع الكون، فكان يركب الحصان والإبل والحمار وكان يمشي، لكن الآن هناك السيارة والطيارة، وأصبح هناك منظومة جديدة للإنسان غيرت من حياته وغيرت مما يضره. كل هذه الأشياء تغيرت وغيرها تغير، فغيرت النفس وغيرت الجسد وغيرت في الإنسان أشياء كثيرة. نحن نريد أن ندرك الواقع، نريد أن نحقق المصلحة، نريد أيضا وفي أذهاننا ودائما، وهذا أساس من الأسس القوية، أننا دين منفتح ودين دعوة. الحالة من العولمة التي نعيش فيها لا نريد أن نكون حجابا بين الخلق والخالق، نحن نريد أن نبلغ الإسلام بصورة لافتة للنظر. فلما تأتي قضية مثل هذه القضايا ونرى أنه قد وفى الأطباء ما طولب منهم قبل ذلك، فإننا حينئذ نوافقهم عليها مراعين كل هذه الأشياء. كل العالم يسمعنا، كل العالم انتهى إلى ما انتهت إليه منظمة الصحة العالمية من أن ختان الإناث جريمة وبأنه خطأ، ولو أننا أضفنا إلى ذلك معنى ختان الإناث، ختان الإناث يتكلم عنه الماوردي ويتكلم عنه النووي أنه شيء مثل الجرح في مكان حساس دقيق لا يتقنه إلا القلة من الأطباء المتخصصين، وحتى هذا الجرح هم الذين يتكلمون عنه الآن، إلا أن هذا الجرح ليس فيه إزالة
للعضو البذر، ولكنه فيه تهذيب له. لا يكون ذلك إلا بشروط معينة وبكيفية معينة وباستثناء معين يقرره الطبيب المختص، وليس كل طبيب. إذن نحن أمام تفكير إما أن يكون علميا وإما أن يستمر في النقل غير الواعي من الكتب محاولا أن يفرضه على الواقع في محاولة لسحب الماضي على الحاضر دون وعي، لأن فنكون بذلك صادين عن سبيل الله من غير أن نقصد. مصيبة كبرى هي من أسس التفكير. هناك قضية أخرى تتبعناها عبر التاريخ وأيضا تغيرت فيها الأحوال وفهمنا فيها النص النبوي الشريف فهما جديدا، فهناك قضية تولي المرأة للولايات العامة. تغير الحال، تعلمت المرأة وخرجت للعمل وشاركت في بناء المجتمع، ثم يأتي شخص ويقول إذا ما كانت يمكن أن تعين قاضية أو ممكن أن تعين وكيل نيابة أو يمكن أن تعين رئيس جمهورية أو لا. والقضية ليست هكذا. تتبعنا فعل المسلمين فوجدنا أن ثمل وأن شغب تولت القضاء، وأن أكثر من 90 امرأة عبر التاريخ تولت الولايات العامة، وأن رئيس الجمهورية ليس هو الخليفة. المرأة لا يمكن أن تقوم بالخلافة العظمى التي يفرض فيها أن يكون قائدا للجيوش وأن يكون إماما للصلاة وأن يكون خطيبا للجمعة إلى آخره. أما رئاسة الجمهورية فهي بدل، فهي مثل شيء من الولايات القاصرة وليست هي الولاية العظمى. الإمام الطبري وابن أبي ليلى يروا أن المرأة تتولى حتى الإمام العظمى. إذن هناك اختيار فقهي يمكن أن يوافق عصرنا وأن لا يضر بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. دولة مثل فرنسا تأتي المرشحة فيها وهي تقف مع المسلمين، فإذ بنا نأمر المسلمين أن لا يعطوا أصواتهم إليها، فإذ بالمسلمين في هذا البلد يرون من البلاء ما الله به عليم. هذه أمور فيها انعزال عن الواقع وعن المصلحة وعن المقاصد الشرعية وعن فهم الدين الفهم الصحيح في وجهة نظرنا. قضايا المرأة كثيرة، يكفينا اليوم أن نؤسس هذا التأسيس في العلاقة بين الرجل والمرأة، ثم نضرب الأمثلة في قضيتين مهمتين كما قدمنا. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.